السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. كيف الحال؟ أقولكم اليوم أظني من سنتين ما رقدت هالرقدة. سنتين ما رقدت هالرقدة. يمكن طاح اللي في راسي كل البارحة. حسبتي. Good morning من حنايا. دواركا. Good morning sir. How are you? I'm fine sir. Everything good? Good. Alhamdulillah. Who's down? Baba Kalaf is in the camera. Hey. And housemaid. Okay. Tell them I'm coming, inshallah. Inshallah. Okay, what is the breakfast? I don't know. Go to Sir Khalaf and I will come down. Thank you. Abish. Huh? What I make the egg, the one I remove the yellow. Hey, hey. And the vegetables. Hey, hey, hey. Oh. Thank you. أقولكم هي والله رقدة ولايتي رقم واحد طيحت حمالي مالك صراحة انت وين الحين؟ ها؟ الجمارك؟ لا سلم 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 على خالد خالد اخوك سلم عليه ابشركم ان صلاح ابوي توه داخل حدود الامارات الحين توه خاطف مركز الجمارك هي حليلك صلاح خطف على الحسا وخطف على سلوى وخطف على الدنيا هاي كلها وحينة من الغربية وخطف من السلع وطوف الدنيا هاي كلها وإن شاء الله أنه بيتغدى في أبوظبي وبينا المغرب كان بيي وأنا محد هاي المشكلة بي الله يسلمكم اليوم أنا العصر بسير دبي أدي واجب عزاء إن شاء الله ويا أني خطفت بعد بيت خالي أسلم عليهم هناك في ند الشباب بيت ياسر بيت حياة محمد بن خديجة بو أحمد وياسر وطارق وعمار وكل شباب ما شاء الله عليهم أو أني ضويت الله العالم كان 90% أني بضوي يعني سبب من أسباب أني ما نشيت الصبح أنا عادة الخميس ما أقيل لأني يكون وراي سيرة يا بر يا بحر يا دبي انزين فلذلك اني اكمل اتم طايح اسب انه ما جسمي ما يحتاج رقاد الظهر ما يحتاج رقاد الظهر فلذلك تلقطوني مبخور هي والله ولا الامور طيبه وكل شيء زين والبارح بعد ابطيت تراني تحيدوني وياكم لا والله ما ابطيت وايد لسه وحدة كني تميت ارمس على السناب البارح عقيت اللي في راسي كله عاده ما بكامل لك هالشي اسوي عادة جيتك عم ما تقول ما جيتك هي والله اقولكم هذا شقيقي الاصغر خرف بن احمد بن عبد الله الخالدي صدق ياي خلي طالع العرب هذا الحين منو بيهدمكم الاكبر ها ولا خرف انت شكلا انت الحين لا اليوم حسب الله لا اقولكم والله يا ابوك ابين عداله كني صفصفكم ابوك مرحبا بدوارك شو ما صاروني عداله ثانك يو ما شاء الله عليك يا دوارك ثانك يو فيري ماتش رقم واحد انت ثانك يو سي هلو تو ماي فريند هاي فريند فور بابا كارين هاو ار يو For everybody, ask hello for Dwarka and from London. يا ربي كم حاطة في دنيج؟ How many one? What is this? This not too much. ها؟ huh? Not too much. Not too much? yes. Too much قايل عيال. ها Dwarka? Yes. شو؟ Say hello for everybody. Say for you hello. Everybody say to me hello. Yeah. Especially the people they was in London. Okay, inshallah. Hey, don't forget. Yeah. They say hello. Okay. Don't you start? Yes. Okay. Yalla. Hello to everybody who say to Dwarka, to me, Yan Hana. Yes. To me, hi. Yan, hey. Hello. I appreciate and thank you very much. Even me, I turn that hi to you. Thank you very Especially much. Especially from London. Thank hey. You very much. Ya Rachallah. Okay. Ya Rachallah. Salam. تعال يا. تعال هي عدال. هني. هني إلس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وين أنت؟ أنا موجود بابا. شو أخبارك؟ شو علومك؟ الحمد لله جديد كل ما فيه الحمد لله كله قديم. زراعة زيد؟ الحمد لله بابا. شو يا سحي تسوي خالي في النخال أنت؟ أنا هناك أسوي حلابة الحين. هي وبعد؟ بحلابة وأسوي تمام أريد حلابة خلاص أريد أسوي كله قصر مشان الدواء مشان الصم. هي بأسوي جاهز.
جاء متى هذا يسوق له خلاص؟ الشالة بكرة خلاص كامل. كامل الشالة. متى وقت غسيل؟ إذا بكرة وقت خلاص. أنا طلب من الدواء عند راشد. حبل راشد جيب دواء. بعد الشالة بعد بكرة الشالة سوي غسول من الصم وكله سوي جاهز. هاي بارك الله فيك. شكرا. أنت سوي غسيل وخلافة أنت مال سم وسم على بيبك. بصلاح. ترتيب جديد. جايبين ترتيب خبر كنت بخبر المشاهدين. الشالة حاضر. شكرا. أترشى يصير وياي دبي ما بطايع. ليش ما تبي تصير وياي دبي؟ ما بدي أصنع. ما كذبت؟ والله ما قال لي. نسيت أقول. كان حاسس إنه بيقول ما بصير. يلا بتصير؟ بصير تعطيني 10,000 يورو؟ خيب 10,000 يورو؟ أنا لو بتضربني بالرطب واليابس ما حصلت وراي 10,000 درهم 10,000 يورو؟ ليش الحبيب؟ أنت أمك مارغريت تطلب باليورو؟ ليش الغالي؟ بالتومان تومان يلا يلا أعطيك. مع السلامة. والله لو دريت إن هاي رمسك ما سجلتك من الأساس. بسم الله الرحمن الرحيم. هاش عندك؟ كأنك عمالي بي. الله أكبر. شو جايبه؟ ما بصور وجهك. قاعد أصور. إيه قاعد أصور. دليتينا. شو بسوي اليوم؟ سوى الطاجين. هاك الطاجين اللي غير نمونه. غرب الله خدمة وخلص. تتزقرني حق اصور الطاجين اللي هي خادمتنا. والله انها ما طاعت. غادي غير نمونه دياي من هذا فري رينج جاي قلنا تعرفون من وين. والله ليش ما خليتيني اصور؟ ما في تصوير عمي. بيزا 500 والله احسن. الو خارج الحال. هلا حبيبي. انت شو نفسك؟ انا موجود. انت دبي انت صح؟ انا لا بعدني الحين توني ظاهر حبيبي. لا عادي. انت وين؟ فلاح. في الفلاح. في الفلاح. انا وين؟ انا الحين ظاهر من ابو ظبي ساير دبي. ان شاء الله برجع ان شاء الله. يمكن اليوم في الليل. في الليل بشوف بتصير اول بادي دبي في عزب عزي حبيبي زين. وعقب بسير بيت خالي محمد بتذكر لهم بالسلامة يا يوم السفر عيالهم زين. بيت بتهامل في ند الشبة الحمد لله. وخلاف بي يمكن أسير في الليل دبي مول. وعقب دبي مول عرض أبو ظبي. أي الله يعافيك. الحال. شو؟ الحال. منو؟ الحال. منو؟ انت الحال. انت بسير لحد؟ ايه. انت ما شيء مشكلة حبيبي على هو دريولك وعندك هو وقت ما بغيت تقول حق دريول بي وديك توك يوم بغيت وداك لين الدمام ورديت ما حد غلط. صلاح شو حرف الدمام؟ حار. وايد حر؟ ايه. وبضبي أبرده؟ ايه. سيم سيم لح لا قوة. وين مني غربيت الطريق هذا؟ يا مرحبا بصلاح. مساكم الله بالخير والنور والسرور. شيء طبيعي الياس يصورني الخبير ابراهيم مهندس مدير الاعمال. المهم طارت عمركم الحين باجلنا يمكن 15 20 كيلو بنوصل خوانيج. هو بنعزي بنعين الله خير بنصلي المغرب في مسجد حياة الحباي. وإن شاء الله إن صلاتنا العشاء بتكون في مسجد في ند الشبة. وبنتعشى يمكن بيت أبو خالي محمد في ند الشبة. وخلاف بنسير دبي مول 90% بنسير دبي مول. إن وحالنا إن ترخصنا عنهم من وقت لأن بعدها ورانا سريلين بوظبي. أمورنا وايدة علومنا زينة وكل شيء من حسن إلى أحسن.
دعت الله يا شيخ، الله يحفظك. ما شاء الله تعدى المغرب. بدايه الرحمن يا شيخ، الله يحفظك. بارك الله فيكم. بيت ياسر بن خدية والأذان يدن وقت أذان العشاء، يقول الله أكبر. نحن نوصل لقوم ياسر كذي جاينا ميلس، أظني قبل انتي تهنا ميلس عام كني اللي خبرتكم أنه كان شفتوها الحاويات اللي مال اللي يبون فيها السامان من المينا، حاويات كنتينر، يسموه تحدوا الكنتينر اللي يبون في البواخر اللي يشلوه بهن السامان وما ادري شو ها كنتينراتها، هذا كنتينر وهذا كنتينر مخبزين هن وما شو مسوي بهن معدلين هن. هو بس جيل ابو عباس على عباس يا مرحبا يا سب خدي، السلام عليكم. يا مرحبا ابو الخالي. لا خلينا منك جبوسه وين هي الساعه وما ادري وين لقيت تليفون عند الباب، قلت له ابوي يبالنا ساعه نص ساعه لين نوصل بالخوانيج. قال بعلو بنو الخوانيج ترى ابو ظبي، هذه اللي الخوانيج فرت حصه انا ابدا. اشكرك. شحالك ابو محمد؟ تباركت وتباركت بهالمنزل الفنان الجميل. الله يهنيكم. خدعه خدعه يمكن الحرب خدعه. هذا خصاب وهذا شو عاده؟ برحي 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 وخصاب. سيف سيف مكانك يا حبيبي مكانك. لا خلينا منك. يا هلا يا هلا يا هلا مرحبا. ما زين حب منو يقول كونتينرات؟ شو اسمها؟ كونتينر؟ كونتينرات كونتينرات؟ كونتينر. اي والله الله ينعمها. كونتينر لعنين عكس ما يطيح لهم شيء، ما يطيح لهم شيء هالدبي، ما شيء يخترب عندهم، اي شيء يبونه يلصجون. عباس على الدباس تلقاهم، سمعته اللي يقول لك يسوون من الحب من الحبه بابه، هاي لهم ابويه بالاخص فريج هالند الشبع، اي شيء يسوون منه شيء ويطلع ما باي شيء، شيء ما شيء شراته شيء. هذا مصعب هالرمسة، لو حد يقول لي عيدها مستحيل أروم. قلنا كيف يعني عبارة كونتينر؟ هي نعم كونتينر أبوي، الدنيا في تطور، البلاد أبوي سايرة تطور قدام، ما شيء رجع إلى الخلف في كل الأمور، في كل الأمور، في الحياة، في السيرة، في الأكل والشرب، الأول كل شيء الواحد يحاسب عليه لك وسمية حساب. حاليا الحمد لله الأمور طيبة. يا أيها الناس عليكم بأنفسكم، سكنوا أبوية في كونتينر ولا سكنوا في قصر؟ الأول حياتهم الناس ساكنين في بيوت عادية، حين الحمد لله تطور. هذا تدرون هالميلس اللي طوله طول عرض عرض حتى 300 ألف ما كلف، تدرون شو تحت هنا؟ شيء ثلاث غرف نوم، ثلاث غرف نوم وصالون حلاقة ومطبخ تحضيري، أربع حمامات، مغاسل، كل هذا في هالكونتينرات اللي تشوفونهن. تطور، هذا يسمونه التطور وتماشي مع الحداثة. تطور في التكنولوجيا، تطور في كل شيء. ولا منو اللي يجي في عقله كونتينرات استوى منهن هذا الشيء كله؟ غرف النوم، الميالس، صالة كونتينرات، حتى نص مليون ما كلف، نص مليون 350 ألف كلف كل زايد قاصر شوية. ها شو الحمامات والدنيا، إيه يا سلام سلم. ها كل أبوي هذا في طرف الحوي، حطوه في طرف الحوي، قال بدل يا ابو لهم سامان من ما ادري شو من البلدان، وقال ابوي الحين ما بنعقد. شو البصره؟ نشت ابوي ام محمد وحده باس ما شاء الله عليها، تفكر في كل شيء، سيده اعمال. نشت ابوي اخترعت ابوي هالبصره ولصقت ابوي، هاي الكلهن مكان واحد. كونتينرات هذه تشوفونها اللي يشحنون فيها السامان، يبونها المينا يسمونها حاويات، ما حاويات. تعال تعال شايف كيف تمر انام؟ ما بدنا ندري ولا
محمد البزروعي؟ ما شاء الله عليك يا محمد. محمد نزلول. مزلول. لا لا. محمد نزلول. قراني. هي والله. نون. هذا وشفتوه. نون واصل أبوي لين ند الشبع. يبنى برسم الخدمة. واصل أبوي نون لين ند الشبع. وحين بنخبركم شو العلم شو الخبر عن نون. وشو أخبار نون شو عندهم وشو ما عندهم. علومهم طيبة. أي شيء يظهر من دولة الإمارات علومة طيبة. أي شيء من يظهر من هالدولة الطيبة من إمارة دبي الحبيبة من دولتنا الفتية أي كل زين وكل خير وكل بركة. وحين بخبركم عن علوم نون من ند الشبع من بيت ياسر بن خديجة. نعم بيت أبو محمد ياسر بن محمد بن سعيد بن أحمد بن خلف بن خديجة. هذا الفتى الشجاع. هذا شو اسمه؟ محمد نزرول. مزرول؟ لا نزرول. ابوي اسم محمد نزرول. محمد سامحنا الغالي. لا لا بس المكتب مالكم خمس دقائق ما عليه مرخوصين. نحن الله يسلمكم حديثنا كانت. انا والخبير يبغي له مكتب مكان شوي هادي صايروني. هذا هني بنسولف شوي وياك بنعطيكم اخبار نون وعلومهم. وهذا ابوي مكتب. جزاك الله خير. يا سلام هذا كله ورا هاي الكنترات. اي نعم. ما شاء الله عليك يا فاطمه بنت عبد الجني. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. تقلق عليكم؟ لا تقلق علينا ولا عندك خبر. خلنا بت... لا لا يعلني اهتاك. شكرا 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 جزيلا. وابراهيم ابو محمد اقول لك ترى ابويكم ياسر عندهم عشاء. ايه يعني ما بتعشى في دبي مو؟ لا اكيد متعشى. وين ياسر؟ هي ياسر. هلا هلا فهمتوا ياه؟ نو؟ ويا الخبير؟ ايه ماشي العشاء هني. وين بعد عشاء دبي مول بعد؟ ياسر راح دبي مول؟ لا لا مكانكم هذا مكانكم. لا لا تسلم. عندنا زين فالكم طيب. انا شفت سيايير خاري لكن ما شفته وادب. شو عندكم انتم اليوم؟ بيون ان شاء الله. حد بينكم ضيوف؟ اي نعم عندنا ضيوف ان شاء الله. بيون بتعرف الموضوع كامل ان شاء الله. شوف انت. ايه نعم مفاجأة مفاجأة. ما اقول عنك شيء. حفظكم جايت لنا هدية. جايت خوز عاد انت حشرتني. شو تسوي؟ شو يا تسوي حينه؟ ما بليت يا ود الحلال. ثانك يو محمد ثانك يو. زين اقول لكم نون من دبين اتحريت حقي طلعت لا هديه هاي لام محمد من عند نون بمناسبه يوم المراه الاماراتيه. شكرا نون على هالهديه المميزه. بنرويكم عاد شو هديتهم نون. هديتهم جزاهم الله خير وما على كريمه متشرط. نمونه نمونتين ثلاث اربع خمس هذي تشوفونها. نيه نيه هذه ابوي عطوراتهم اللي قلنا لكم عنهن. لكن ما كتبوا عليها الاسعار يمكن لانها هديه. انها هديه ما كتبوا الاسعار. ترى روحي اعرف الاسعار وموجودات عندهم في الموقع مالهم. لكن ما بطري الاسم حق شو اطري الهديه يعني من عندهم. مشكوري شكرا نون. بينكم ترى هني ملات لكن هل اني يبيعون من هالشيء الطاقم هالنمونه شراتهم ما هم مسوي لي؟ ها وثجيل والله. اي والله يعني الواحد بيعطي هديه هالنمونه حق مدير مدرسه مدرسه مشرفه بتصير بتسافر توديهن حق حد يشتغل في السفارة في وزارة حد متشلك في مطار حد بينك وبينهم عرف يعني شيء جميل. أقولكم بتقطون رابط الحين حاط لكم إياه تحت هني محطوط لكم تحت في من تدخل في الرابط مال نون بتلقط الشنط أشكال وأنواع من كل رنق ورنق من كل قطرة نقنية من كل لون بناتي ولادي من أعمار قوم كي جي 1 لين الثانويات كل ابوي موجود. شنط بجميع انواع الماركات بتلقطون عندهم اشياء واتر بروف وشي خلقان وشي نايلون وشي ربل وشي جلد وشي مال بنيات وشي شعارات الجيش وشي شعارات الارانب وشي كل نوع ما والاحجام بانواعهم والكواليتي عاد ما يبالي كلام نوعيه رياضيات اللي تباه كل موجود. سحابين تنحط على الظهر تنحط على الكتف واسعارهن يعني ما يبقى كلام ما شيء. بغيت ابو 50 درهم موجود وان بغيت ابو 1000 موجود
كل شيء ترى ما بلشناط المقالم الدفاتر اي شيء يخصه في المدرسه بتلقطون ابوي موجود عندهم كل شيء متوفر تدخل تطبيق وتختار شوف العين وتروم تخلين ولادك ولا بنيتك ولا اخويتك تتنقى الشيء اللي تباع على نظرها بدل ما تعرعرون في الاسواق وبيوصلكم ابوي في خلال ساعات ونطول طولنا نهار ثاني ما يبالي اي كلام كتب مقلمات هذا ها حق ما رويكم انا ها شوفوا بالله عليكم مقالب مال الوان طباشير مسطره الوان علب فلماستر كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تبونه موجود عندهم ملصقات مال بنيات يعني مال اللي يسوون معجنات وما ايش قال عينون يسوون فيه ورود وما ورود حق جويتيات فكرة الخصومات اللي عندهم تبتدي من 10% إلى 70 من 10% إلى 70% خصوماتهم شاملة كل ما هو يختص في المدرسة المدارس لأن عودة المدارس هاي مهمة لكل إنسان سواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أو في دولة الإمارات أو عند الناس كلها لكن نحن نرمس منه حاليا الحديث موجه لهل بالإمارات وهل بالمملكة هاي انتو البلدان الهنتين مفروض انكم تتأكدون ان هذا خاص فيكم منتج لكم انتم مصنع ذو جودة عالية مخصوص حق البلاد اللي هلها فنانين وولايتية خدمة لولايتية حق العرب لولايتية وما حد شراتكم انتو فنان بالاخص انتو هل الإمارات وهل السعودية الناس كلها خير وبركة الناس كلها خير وبركة يغير اللي من الإمارات واللي من السعودية روحه بعد جاي روحه هذا روحه غير نمونه سمعتوا اللي يقولك على راس مريشة هم يطرون هايل هو مقيول أبوي عن الإمارات والسعودي يقول فلان أنا أبو هذا فتحوا له البيبان كيف على راس ريشة هي نعم أبوي على راس ريشة تحرون غير شراتكم لا لا هذا غير يفرق يفرق فرق السمع عن الماء الدفع عندهم كاش ويقدروا يقسطون لك ابويه على دفعات اذا المبلغ فوق الالف درهم او فوق الالف ريال على دفعات يقسطون لك وتقدر بعد او تقدرين تحاسبين بالفيزا تقدرين تحاسبين بالفيزا وترومين ابوي تحاسبين كاش وفي حال المبلغ اكثر عن الف ريال او الف درهم ترومين ابوي تحاسبين بارك الله فيك تأجلين يعني تقسمينها على دفعتين على ثلاث كل إنسان على حسب استطاعته إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع وانت أبوي طالبين المستطاع ونون أبوي شيء وطني هذا من بلادك واقفين وياك وبيوقفون وياك دام الدنيا حية دام الرب يعبد والمي ورد وهم أبوي وياكم في حال أنك أنت أخذت من نون عبارة أبوي أنك أنت تسوي خير في عيالك وفي الناس اللي بتاخذ لهم شو السبب؟ لأن أنت في 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 وقت أنك دخلت التطبيق وخدت من عندهم سامان أنت تشارك في دعم الاقتصاد الوطني ليش الاقتصاد الوطني؟ لأن نون شركة وطنية 100% واللي بياخذ منها عبارة يدعم الاقتصاد الوطني في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية أسعارهم مناسبة التوصيل في الوقت المحدد التسهيل في الدفع تروم تدي بالفيزا وتروم تدي كاش وفي حال المبلغ أكثر عن ألف ريال أو ألف درهم يقصدون لك أبوي اللي تبا وما في الحاضر مدح تروم في وقت خدتي لشنات بتلقطين الصفحة اللي عقبها ها تلقطين سوى أشكال وأنواع اللي تبينه بغيتي هنا ما يمها تصير بغيتي عاديات بغيتي امهات صنقل بغيتي خضر بغيتي حمر بغيتي اللي تبيك حافظ على البربل ها اقولكم توجه الماشين زين اللي تباه كله موجود كل وبجميع الاسعار الاسعار ابوي توالم العرب كلها ها حياتكم شفتوا ساعه 200 درهم اقولكم مسوي لكم بيع اللص مخلص بيع اللص مخلص كل اشياءهم زينه ومناسب وترضي جميع الاذواق ترضي جميع الأذواق ما شيء إنسان بتأخذ له شيء ما بيوز له اللي ما بيوز له الخضر بياخذ بيعيب الأشقر الأملح الغبر الأسود الخضر على هو كل شيء تبا موجود عندهم ساعة وجربناها ويازت لنا ونحين ونحينه والحين بنرويكم إيش قال
نمونتا هاي طالبينها نحن متى ابراهيم قبل ما سافر كم يعني اسبوع تقريبا قبل ما سافر لندن باسبوع هاي طلبناها فنانه ماشي شراته وما بيعت انك رصاصه بلد ما تنشل لا خفيف ولا كأنك لابس شيء وكلهن عليهن قرنتي وكلهن ابويه لا يحلان ولا يدخلهم ماء ولا شيات وتماتيك بغيت تماتيك بغيت على البطارية بغيت ضد الخدش بغيت ضد البيع بغيت ضد المشترى كل عندهم بناها ووصلت ونحن وأنا كنت مسافر ومن عقب ما جيت قلت بخبركم عنها تقولوا ما قلت لكم فوق الخصم مالهم اللي هو من 10% إلى 70% حطينا لكم الخصم مالهم بنحط لكم بعد هم روحهم سوي خصم من 10% إلى 70% نون وبنحط لكم أبوي فوق هذا كله بنحط لكم كود الخالدي هذا روحكم بعد بتحصلوا خصم مقير يعني بتحصلون أبوي خصم من مكانين يعني شفتوا اللي يباري على السجي وعلى الثبر ناصب الأول الوادم تنصب على السجي ولا على الثبر أبوي نون من الكرم لي فيهم لأن أبوي دعم اقتصاد الدولة فلذلك أبوي من الكرم اللي فيهم سوي لكم الدعم إنكم أبوي تبارون على السجي والثبر ما أنا فلست من السجي ما بتفلس من الثبر لكن اللي عامل نون ما يفلس دبة حياته ربحان تربح أبوي في السجي وفي الثبر على المايتين تصيد انزين عبد الله لبي بن محمد بن سعيد بن احمد بن خلف بن خديه نعم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو الطالي الغالي اللي ما حد يسمع الله يطول هذا طالت عماركم عبد الله بن محمد وهذاك ياسر بن محمد هذا الكبير وهذا اللي اصغر عنه انا الكبير والله والله العظيم اكبر عني انا الكبير ما يبين يا رجال سنه عجب عجب عليك بالعجب ها اصغر اكبر عني أنا أصغر لا صدق أنا أصغر أنا أكبر هي سبحان الله ما شاء الله عليك الله يا مرحبا أبو آمنة يا مرحبا كيف حالك حبيبي كيف أنت الحمد لله وادم الله يحفظكم يوم يعرفون الناس قالوا فلان بن فلان إنزين بن فلان نبيه إنزين أنت حينه أبو آمنة نعم. بارك الله فيك اليوم اللي وادم تعرف تقولون هذا فلان الفلاني ما يتخبروا وتقولون منو مناسب أنت معرس نعم. نبي نعرف منو مناسب كم عندك من العيال شو من العلم شو من الخبر طال عمرك مناسب من قبل القمزي والنعم نعم طال عمرك عندي 5 بنات ما نعم. شاء الله طال عمرك كلهم بنيات نعم طال عمرك الحمد لله عندي آمنة وصنعة وفاخرة ومريم وهند ما شاء الله الحمد ما لله شاء رب العالمين الحمد الله يطرح فيهم البركة نعم. حرمة حرمتين ثلاثة طال عمرك لا طال عمرك عندي قبل الله يرحمه أمامنا توفت طال عمرك وحين خد طال عمرك من القمزان قمزية نعم الأولية كتبية بني كتاب بنت سيف بنت دربي بنت الكمبني العود نعم نعم طال عمرك يعلها الجنة يا رب آمين يا رب آمين على الله يغفر لها يعني الله يرحمها يا رب العالمين هذا يبغى أقول لك الدنيا كلها أبوي متخالطة الحين ياسر وعبد الله أخوان الأم والأبو نعم حياة خالي محمد كم عندهم العيال طال عمرك نعم طال عمرك 7 ما شاء الله 7 أولاد نعم 5 أولاد وبنتين نعم نعم الخمس الأولاد نعم البكر أحمد نعم وطارق هي ومكلمك وياسر عمر شوف انت نعم احمد ماخذ حرمه حرمتين ثلاث والله طال عمرك انت نعم. ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما حد الا ابوكم مخذ وحده الله يرحمه الله يرحمه يا رب الله يرحمه الله يغفر لك يا محمد بن سعيد ماخذ وحده نعم. انت ماخذ هنتين نعم واحمد ماخذ هنتين نعم وياسر وحده يكي وحده ايه بنت عبد الجليل هاي والله تظهر لك قرون فاطمه بنت عبد الجليل والله يظهر ترويك بتعلمك كيف اني نام من حدث ايه ليك انت اللي ما حد مثله والله تظهر لك قرون ما تيسر ولا تبه ما تيسر والله ما لا تحرض الله يا رجال السلام عليكم سافر كان يا اوادم يا ابوكم يا ربي الله بارمس خاطري اليوم أدخل في كورنر أن لما يوم الواحد يتعارف ويا حد أعرف يقول هذا فلان جايب عياله الفلانيين عياله ماخذين من الطائفة الفلانية وجايب هالكثر ولد وهالكثر بنت وعيالهم هاي يشتغلون بنت ماخذهم فلان ويد ماخذ فلانة حلو شيء أنا أتوقع أنه مش اللازم يوم بتعرف عليه قلت هذا فلان وهذا فلان مع السلامة
لا أنا أقول الأجدر قبل الوظيفة وقبل كل شيء الأحسن والأخير عن فلان وابنه ما أخذ منه بنته منه يده لو إن شاء الله يكون يد من سيمبا أورانجا الناس كلها خير وبركة. نحن ما نقصد أن هذا شرق ولا هذا غرب، لا إن شاء الله ما أخذ يد من موريتانيا والنعم يده إن شاء الله وين تكون بعد والنعم لمياه تواردت اللهم لك الحمد. نحن حاليا كنا وما زلنا في وقت ما شيء تفرق الناس كلها خير وبركة. أقول في خاطري والله كمل كم مارمت يا جماعة وطيبين واستولم وياه وواحد منهم يا بوك طلع واثنين طلعوا يعرفوني كم ما عرفتهم لكن الحين بحاول إني أدخل وياهم في كورنر بعرفهم أنا وخلاص بخبركم هم نو. واحد والله يقول متلاقي وياي في الفلبين واحد ما أدري وين يقول عارفني ما شاء الله أمورهم وايدة كلها بنرمس عنها إن شاء الله. وهذا اللي تشوفونه هذا محمد بن ياسر بن محمد بن سعيد بن أحمد بن خلف بن خدية هذا اللي تشوفونه يد حياة عبد الجليل بن محمد الفهيم. أيوة صح أشكر فنك. وراشد السلام عليكم. محمد زرعوني كيف حالك؟ ما شيء وابوي بنسولف وياك بنرمس شويونه كيف حالك؟ الله يخليك كيف انت يا ابو راشد؟ الله يطول عمرك الله يسلمك. احنا سعيد جدا بهاللقاء الطيب. الله يرحم والديك. اقصد انت يعني حقيقه الانسان اللي انسان دائما يحب يبي جديد وانسان الناصح. جزاك الله جزاك الله خير ربي يسعدك الصحه والعافيه وانسان حقيقه انا احس انك انسان مؤمن ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. عمرك ما اعرفه الرجال، الرجال يعرفني. وراشد انت منو؟ انا محمد عبد الله حاجي الزرعوني. والله والنعم. مدير هلال احمر مركز دبي. ما شاء الله عليك. احنا خريجين جامعه بيروت، ثاني بعثة من الامارات سنة بيروت 138 طالب كنا. متى هالكلام؟ لازم اقول لك السنه؟ لو سمحت. بخير والديك بياخذني 74 74 لا 11 سنه عمري. اي نعم ما شاء الله. احنا الصف واحد ادبي كان في دبي كلها. اي نعم. 38 طالب في الصف بس ما شيء غيره. ثانوي دبي. خلصنا مع بعض الحمد لله. أي مدرسة؟ ثانوي دبي. لا ولا ولا في الابتدائي شو كانت مدرستك؟ الأحمدية. الأحمدية. وين مصنع الثلج؟ لا أبوي الأحمدية كان في الرأس. ها في الرأس. نحب ياسر. نعم. اللي أنا دارس فيها الشعب اسمها. الشعب إيه. اللي في الرفاعي. في الرفاعة. إيه بردبي بردبي الشعب. إيه. بعدين سووا. أنا نجحت الصف الأول للصف الثاني. الثاني درست في الكندي. الأول درست في الشعب. لا نحن ثانوية. دامني من قرم كنزي. ايه درسنا فيها الخامس والسادس. ايه اللي هو اول متوسط ثاني متوسط. ما شاء الله ما شاء الله. ثالث متوسط نقلونا ثانوية دبي. ما شاء الله ما شاء الله. ومن هنا كملنا ثانوية الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. نظام اللي هو الابتدائية المتوسطة والثانوية الحمد لله. ما شاء الله عليك. كل امتحانات حتى الامتحانات الرابع المتوسط جابوا له من الكويت. ما شاء الله خل الكويت الكويت في كل شيء. كل شيء ما شاء الله على الكويت. امتحانات الثانوية العامة نقلونا كلنا الشارجة. سبحان الله هي عاصمة الثقافة الشارجة. امتحنا هناك ويا ترى لين تجي النتائج ويا النتائج الحمد لله ونجحنا. وسيرتكم لبنان شو الأجلة كانت؟ الدراسة طال عمرك. نحن ثاني بعثة من مارا السربة. كم كملتوا؟ كملنا لين نهاية 75 استوت المشكلة الحرب الأهلية. إيه. انتقلنا إلى اسكندرية. أيوة. هداية الحلر كملت بيروت ما ضيعت العمر ولا السنة الحمد دراسية. الحمد لله الله يوفقك. ثم انتقلنا أمريكا دراسات عليا كمان كملت ورجعت واشتغلت. أول شيء في الإعلام فترة بسيطة إن دفعتنا ثمان. عقب ما كملتوا سرتوا داومت أبو ظبي لو دبي. لا نحن طبعا ما دفعت 77 78 تم طلعنا قبولنا كله نشتغل في إمارة أبو ظبي العاصمة. ما شاء الله. ونحن كنت أنا والرحمن المرحوم يحيى السيد وعبد الوهاب رضوان وناصر الصايغ وحبيب الصايغ. إيه الله يغفر له. حبيب الصايغ دفعتي بيروت درسنا مع بعض. واشتغلنا فأنا مسكت رئيس قسم متابعة الإذاعات يحيى العلاقات العامة عبد الوهاب رضوان مال الإذاعة متابعة حبيب تم في أيضا في الثقافة هذا طبعا بعد حوالي 8 أشهر سيرة يوميا يوميا سيرة جايين اللف بعدين اشتغلت القوات المسلحة واشتغلت في منطقة العسكرية الوسطى. ما شاء الله عليك. اشتغلت مدرس الراشد العسكري ومن سنة 81 مسكت القيادة قائد مدرسة الراشد العسكري بعدين مدير التعليم مؤسسة المدارس العسكرية مدرسة الراشد. ما شاء الله ما شاء الله. بعد ذلك مؤسسة مركز دراسة المركز المهني وكنت
التحويل العمومي، بعدين الشؤون الإدارية. سنة 95 أخذت إجازة الدولة على القضاء الأمية في قوات المسلحة من رأس الوسطى. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بعد ذلك طبعا لما استوى الدمج وكان لنا الشرف انتقل ضمونا للقيادة العامة، فما كان في مدارس عسكرية في الجيش القوات المسلحة، فعدلونا بالثانوية الجوية في العين ولبسونا الباس الجوي. وتم هناك طبعا لحد ما معسكر سلم لسنة 2000، ثم انتقلت قائد معهد اللغات العسكري في النهيان في أبوظبي 4 سنوات. ما شاء الله عليك. بعد ذلك طبعا هناك تكرم اسمه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، انتقلت الى الاحمر الاماراتي مركز دبي. ما شاء الله. من 2004 الهلال الاماراتي اللي في دبي هو نفس اللي في ابو ظبي. احنا تابعين لابو ظبي. الهلال مركز الهلال ابو ظبي طبعا، ما ابو ظبي ذات كمؤسسه اتحاديه مستقله. تعريف مؤسسة هي اتحادية مستقلة، هي تبع دولة الإمارات كاملة. كاملة. ما شيء هلال في دبي وهلال في الذراع الإنساني لدولة الأمم المتحدة. الحمد رب العالمين، احنا الآن متواجدين في 18 موقع نشتغل. تبارك الرحمن. نعم. جزاك الله الجنة. نحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا برئيس صاحب اسمه الشيخ حمدان بن زايد، هالإنسان الطيب، الإنسان اللي خير، الإنسان يحب كل واحد. سبحان الله. يعني الله يطول بعمره. احنا كنا ايام الرياضه وياك، بعدين طبعا الاداره الحمد لله عندنا حاليا الدكتور حمدان سالم الزروي رئيس مجلس الاداره. والنعم والنعم. تنعم. وعندنا الانسان النشط الدكتور محمد الفلاحي، حقيقه هذا الانسان والله مليون والنعم. محمد عتيج. نعم. حافظ عليه. اليوم كنا هناك عندي ان شاء الله دورت شيء وتقابلنا وكان لنا الشرف. وعندنا ما شاء الله النواب والنعم فيهم كلهم، سواء كان محمد الفهيم او نعم كلهم والله بسبب كلهم او هم كلهم ابو مايد الله على ابو مايد روحه لا عن 10 تبار. فهد بن سلطان كان عندي انا في دبي، بعدين انتقل الى ابو ظبي. والله عليك. فهد كان هني دبي. نعم. ما شاء الله. على فكره فهد مهندس الكترونيات خريج امريكا. شوف انت. ما شاء الله عليه. الله يحفظه. وكان ايضا من القوات المسلحه. تبارك الرحمن. فرحنا بشوفك طال عمرك، وسعدت اني اشوفك وسعدت بهالقاء البصير. وانا كل شيء وصلاوي فوق كل شيء الحمد لله. وشو جايب انك بيت النصراوي؟ لان هذه دوم مخديه اعتبر عمي انا، يعني اعرف عليه الجنه بسر الله عليه الجنه. كان صديق الوالد وصديق عمي الدكتور محمد الشريف، وكان له كان طيب. فنحن ربطنا رباط كابل استاذ اخوه طارق واحمد في القوات المسلحه كانوا مع بعض كلنا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الله يخليك، سامحني عاد وايد كثرت عليك الرامز. الله يطعمك ويجزاك الله خير، وانا سعيد جدا بهاللقاء الطيب. وكان يشرب شيء ربي يحفظك، وحقيقه يعني من المعجبين بكل افكارك. الله يرحم والديك ويخليك ويطول بعمرك. اقول لك ياسر. نعم. هذا اول واحد منو؟ هذا عيسى. هي عيسى الغيثي. عيسى علي الغيثي. نعم. عيسى علي الغيثي. نعم. من خيره شباب دبي. نعم. الناس الطيبين اللي نعرفهم من سنين ومنين. شوف يوم هو بعد ياهل ما في ضروس. ما شاء الله. وهذا الرجال يحيى المعيني عبد الله المعيني، خريج جامعة الإمارات شريعة وقانون. تبارك الرحمن. الآن هو ماسك رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر مركز دبي. بارك الله فيه. وهذا الرجال الأخ العزيز راشد علي سعيد اليماحي، والله مليون. أيضا رئيس قسم جمع التبرعات وخدمة المحسنين في مركز دبي الهلال الأحمر. يعني الله يحفظه إن شاء الله ويحفظكم كلهم. ما شاء الله جامعيين، وأنا لي فخر فريق عمل من ضمن فريق عمل عندي وأفتخر فيهم. ما أعتبرهم من أعتبرهم أبنائي وزملائي. جزاك أمن طيبك وإحسانك. أبو راشد أبوي الله يحفظك. أحيانا المبادرات الإنسانية هل لها قوانين، لها نظم، لها بالنسبة للهلال الأحمر لها مواقيت معينة، أو مرتبطة في زمان ومكان؟ الحين مثلا الأيام هذه انطلاق المدارس، وقبله الوقت الحر، وقبله وقت الشتاء، ويعني شو اللي تشوفه أنت؟ شوف، الإنسان لما يبني حياته لا يبني أول شيء علاقته بالله سبحانه وتعالى. نعم. النية في كل ما تفعله أنت. نعم. الله سبحانه وتعالى خلق الأيدي للعطاء والرجل للسعي. نعم. لجد السعي. فالأي طبعا كل موسم له، مثلا احنا عندنا في مواسم، عندنا في الهلال الأحمر الإماراتي مثلا موسم شهر رمضان معروف الصيام، افطار الصائم، زكاة المال وزكاة الفطر وكسوة العيد وغيره. لكن في الشتاء طبعا هناك في ايضا ملابس الشتاء، وبعد ذلك ايضا احنا نبحث ايضا دعم البيوت. نعم. سواء كان سمح الله بيت في شيء ولا شيء، طبعا خاص البيوت الوزع المطلقات والأرامل واصحاب يعني الفئات المستحقة لهذه البيوت اللي الله سبحانه وتعالى اكرمهم شيوخ
حقنا نحن في دبي. طبعا انا مسؤول عن اماره دبي ومنطقه حتى كل هذه طيب. فنقدم خدمات جديده لهم مثل شو؟ مثلا في الغيض ثلاجات مكيفات، مثلا في الشتاء اذا كانوا محتاجين لاي شيء مثلا هناك في خلل بسيط في البنيان نقدم لكم مساعده بعد بالتنسيق مع بلديه دبي عشان يكون ما نعمل من اذا سمح الله في شيء مثلا ما خصنا لا شو بلديه يقول تقريبا اوكي هالبيت محتاج كذا سياره كذا تقدم دعم عن طريق البلديه عن طريق دعم مالي بسيط للاسره الكريمه. نعم اذا كان ما بدايه المراحل بدايه المدارس نعم. طبعا احنا نقدم هناك ايضا بعض الشيء من الحقيبه المدرسيه. نعم الحقيبه المدرسيه هذه في كل مستلزمات الطالب من الصف الاول ابتدائي لين الثانويه العامه ما يحتاجها، كل مرحله دراسيه لها مخصصات خاصه مثلا الهندسه وما شابه. وايضا نقدم حق بعض الفئات اللي هم محتاجين كحاسب الي اللابتوب في اللي هم في الجامعات. نعم. في مرة ويكون معسر يعني ما عنده ما يهم معسر. نعم لابتوب خاص الجامعة زايد ان احنا قدامنا محتاج لابتوب خاص مع برامج لتكلفته. ايضا بجانب احنا عندنا اهتمام كبير جدا من ذات الهمم وذات الآهات. عندنا برنامج حق المكفوفين نعطيهم الكمبيوترات الخاصة للمكفوف يستفيد منه. فهذا بطريقة منو اللي يتبرع لكم في الاشياء هاي؟ نحن الهلال الاحمر. الهلال الاحمر نعم. وانتو الهلال الاحمر يتغذى من وين؟ الحكومة لو من اللوادم؟ لا الأحمر أبواب مفتوحة من كله لنا روافد كثيرة. نعم. من الاستثمارات اللي عندنا من لكن أكثر 70-80% من حسين. سبحان الله. نعم. سبحان رب الخالق يعني نحن أهل الإمارة من استوى يعني في كل مكان يعني كنا يهال في رجع الناصر في ديرة لسه محاولة صار شيء الكل يفزع الكل يقدم حتى لو اللي بيتين حرج ما يبات سبقتني البيت سبقتني البيوتين طبعا كان بارجين وين نايف مسجد خالد محمد صالح هناك بيت يدي مبنى 1924 مبنى بيت يدي سنة 24 ما شاء الله بورجيله لكن طبعا شارع استوى كل شيء فطبعا بيوتنا كان في جاي ناصر كان استوت حريجة هناك في ريج الغاية كلها ذكروا انكم دي احد الخلق الله كله اللي في دي الداس واللي في دي منشار واللي في دي شيء بلوث دي خصين جري على المكان قصر دعونا عشان ما تنتشر الحرائج هنا هذا شفته بعدين ترينا لين يون سيائير مال الاطفاء من محطة الشارجة بقوات المسلحة البطانية يت وطفت الحرائج لا اله الا هذا انا اتذكره هم ستي نادي حتى رمنوا سبب الحريجة ما اعرف السبب شو كان يهال اخي والديك ابوي اللي لحق على هاك الزمان وعرف شو سبب الحريجة يخبرنا لكن طبعا نطلع من البيت هناك شلل نطلع من الليل الاحمدية ونرجع كله مشي طبعا لا براشد نعم اخوي الله يسلمك الحين المبادرات اللي انتم تسمعوه بها والله الطائفه الفلانيه او العائله الفلانيه او البيت الفلاني او الشخص الفلاني بين فتره والثانيه كل من يا موسم عنده مبادره يا ان وقت ان يلشتى جسم خيام ان يقيض جسم شراشف مراوح بنكات زقاركم وقالكم ترى ان احنا عندنا الفائض هذا نبي نتبرع به للطلبه للكمبيوترات شو اللي يسويه شو الطريقه هذه؟ شوف انا اعتبر الحياه هي تجاره. نعم في تجاره دنيويه وفي تجاره الاخره. نعم التجاره الوحيده المربحه التجاره هي اللي انت ينفعك انت فوق الارض وتحت الارض. نعم هي العمل الانساني. نعم الخير لا تياس منه الله سبحانه وتعالى حتى قال ماذا ينفوق قال العفو ما يقول الخير قال يوم قال خلي يرجعوني مره ثانيه من القبر انا شو بجيب بتصدق. نعم الصدقه الايه الكريمه ان شاء الله. فطبعا هناك بعض الاسر خاصه عربنا ما شاء الله عليهم متعودين اسر كريمه لها باع طويل في عمل الانساني. نعم. انا ما بضيف بعض الاسر يعني مثلا لو قريب كثيرين مثلا اقول مثلا اسر بيد الحلو الله يرحمه ويغفر له الاستاذ فاطمه موجود هنا وغير الحبتور خلف الحبتور. نعم. من الخديه خلينا نكون مثلا جزاهم الله خير لهم بنوا اكبر مجمع عندي انا حاليا في في في, في السنغال. المجمع يتكون من مسجد ويتكون من مركز تحفيظ. سنه كم هذا؟ والله اكثر احنا كملنا اكثر من حوالي ما يقارب 8 سنوات. والله ولا دري الخالي والله ولا دريت الا حين منك قسما بالله العظيم. لا صنع عنده خبر. والله ولد انزي يزاهم الله خير والله غفر له شافي ميزان حسناته. نعم ان شاء الله عياله يا ابوك عياله يحذون حذوه ويتصدقون وكل شيء. والمجمع طبعا كلف من كثير لكن الحمد رب العالمين الان يقدم كبير هناك في ايواء لهؤلاء طلب الايتام في احد القرى السنغاليه طبعا هناك في ايواء ولات افريقيا
المهدوف هدف كامل للجمعيات الأخرى، ليس للتنصير ولا لكن أيضا لنشر مبادئ غير سليمة، لكن الله سبحانه وتعالى نزل هذا الدين ويحفظ عليه. الحمد لله رب العالمين. فالمراد فهمه أن اللي يحيد أبوه مسوي شيء ولا شيئات من السنين، مفروض أن العيال بين فترة والثانية يظهرون يتعاونون بعضهم مع بعض ويتكاتفون على فعل الخير برا بوالديهم، كان الابو ولا الام ولا الاخت ولا الزوج ولا الولد. فشو اللي تقوله براشد؟ اقول هالعمل الوحيد اللي بينفعك وانت تحت التراب. دائما انت لا تنسى انك انت باكر بتصير اب، خلي عيال قد اذا بريت بوالديك باكر عيال بيروح فيك. اكيد اكيد. ولازم نحن دولتنا طبعا خلينا نحن نشوف الهرم، راس الهرم كيف يتبرع. شوف سيدي صاحب اسمه الشيخ، سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد، سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد، شوف الاعمال الخيريه من كل الشيوخ الحمد لله. من بدايه ما دام راس الهرم هو اللي يدفع كل شيء، القاعده لازم تكون تتبع من هو اعلى منها. الحمد لله رب العالمين. سامحني يا ابو راشد وايد زورت عليك في الرمسه. الله يطول عمرك، احنا سعداء جدا واحنا نسعى وهلال الاحمر الاماراتي للجميع. لا نضع أي تفرقة، ونحن الآن متواجدين في 18 موقع حول العالم في كل، نحن عندنا 10 أفرع في داخل الدولة طبعا، 4 في أبو ظبي اللي في الظفرة وفي العين وفي أبو ظبي وبنياس ودبي ولين فجيرة الحمد رب العالمين. هناك عندنا مستودعات استراتيجية، عندنا مدينة دبي للخدمات الإنسانية، هناك 17 مستودع من الإماراتية مكرمة من سمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره خليه. عندنا طبعا مستودعات في فجيرة، عندنا مستودعات في ميناء زايد الحمد لله رب العالمين. ونحن متواجدين، ايادين مفتوحة للجميع، لا نفرق بين اي لا مذهب ولا دين ولا جنس. الهلال الاحمر الذراع الانساني اللي ياخذ الخير، هذه يعني من كرمنا، كرم شيوخنا طال عمرهم، تعلمنا منهم طال عمرهم. نعم. اكرمنا الله واكرمهم الله واكرموا شعبهم. نعم. والحمد لله الحمد لله. شكرا على هاي اللقاء الطيب استاذ خالد، ولك ربي يوفقك ويحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا. امراد ان طالت اعماركم، اي انسان يحيد عمره عنده من فضل الله الشيء حتى لو يكون اليسير، ما بلازم الشيء الكثير اللي هو اللي بيعطي، ما بلازم ملايين وجنيهات والكوك، اللي الله مقدرك بامكانك تتواصل مع الهلال الاحمر بيونك لين مكانك، عندك مبادره بتساعد موسم برد، موسم حرب، موسم كسوه، موسم مدارس، موسم اللي يكون تقدر ابوي انك انت تتبرع باللي الله كاتب، انك تدق لهم تليفون بيونك لين بيتك على فنجال قهوه ومدخن، وبي يرمسون وياك بترمس وياهم، ان كانت عاده سنويه، ان كانت عاده من حول لحول، ان كان كانت عاده على التوحات، يعني لو حتى في العشر سنين مره، ولو في كل سنه مره، ولو في عمر مره، ترى هذا فعل طيب وفعل يود وفعل كرم ما تسويه الا الناس الطيبه والناس ليواد والناس الكرام. لذلك يقول لك ما على كريم متشرط، ما على كريم متشرط، هذا المقصود به ان الانسان انت واللي تيود به يديك، ما بلازم انت تكون رجل ولا بلازم تكون انت واحد يندق له الماء، حتى لو تكونين حرمه سيده اعمال، انسان الله مرهي عليك تروم ترهي وتتصدق عن روح ابوك، عن روح امك، عن روح ولدك باللي الله مقدر انك، ما بلازم انت تصير تحوط، لا تدق لهم هل بالهلال الاحمر وبيونك بولين مكانك، بيشوفون شو مبادرك اللي انت، ان كان بتوزع خيام، بتعطي بيزات، بتعطي ثلاجات، بتعطي غسالات، بتعطي زل، بتعطي كتب مدرسيه، بتعطي حقائب مدرسيه، انت تتفق وياهم هم، انت شو اللي تبى تسويه هم بيسوون لك الشيء او بينعتونك الشيء اللي السوق محتاجة أو الناس محتاجتنا. هب تأتي برانيس وقت الحر. أبوي الرجال كان وياي في الفلبين. نعم. تلاقينا في الفلبين. صحيح. صحيح. يا زينة من الوقت. الله يحفظك. كان سيرتنا شو لجنة كانت؟ نحن سهرين نفتتح مدارس تقريبا 18 مدرسة. نعم. وافتتحنا مستشفى تسوينا لصيانة في منطقة ما عاد نسيت اسمها. إيه. افتتحنا بعد مستوصف. أتذكر. إيه نعم. وأول مولودة كانت بنية. نعم. سموها فاطمة. هي نعم. والله إني أتذكر. فاطمة نعم. يا الله يا رب تطول بعمر بنت مبارك تحفظها. نعم. الله يحفظها. والله إني أتذكر تحيد. إيه نعم. ونحن في المطار أنا. هي والله ربة الحرمة ونحن سايرين المصحة هاي صغيرونة. قرية هناك وربة الحرمة ونحن هناك.
وبس وسموها على بنت مبارك. نعم الحبيب ما بترمسنا شوي لو سمحت. بارك طيب محمد. بارك ما يخيب. الله يحبه. من حضرك الله يحفظك. أخوك راشد اليماعي. والله مليون يم ما أحمل في جيري يعني. نعم ما شاء الله زادك. نعم. فنان تلق ما عليك زهد. ما شاء الله. صل على بيك صل على بيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طول عمرك. شو وين سرت وين جيت شو علمك شو خبرك معرس عندك عيال؟ الحمد لله دور لك حرمة. عنده من عندنا من ما أعطانا الله الحمد لله. اللهم لك الحمد. طول عمرك. نعم جزاك الله. مرحبا مرحبا يماحي. طول عمرك الله يحفظك. شي بعد هذاك ريال مذيع حيد فنان احمد. نعم احمد ونعم الريال. وينه موجود في البلاد؟ في البلاد. نعم دخيل والديك سلم عليه. يوصل على التحية. يوصل يوصل على الخير. سامحني يا اخي بس مني وطيب دخلنا في الريال تي ما عليه. سامحني عاد نسيت اسمه. شو اسمه؟ راشد يماحي. شكرا يا راشد يعلك تسلم. وحين هاي الهدية حق منو؟ الله عبد الله يستاهل. طبعا عندك مصباح من النوع الطيب قلم تكتب تشيكاتك حقنا. ايوه على الخشم على الخشم. هذا حط صورك وحط كل ذكرياتك فيه ان شاء الله. والشيء اللي بتعطيه بس تتبرع به بعد حطه هني. اي لكل الذكرى حسب عيالك. الله يجزيك خير. مركز دبي حقك. مشكور مشكور يا فراس مشكور. الله يكرمك. هذا الله يكرمك. طالع حق الوالد. حق الوالدة هذا حق بتهامل. تستاهل تستاهل بتهامل. مصباح الله يكرمكم يا رب. تستاهل ام احمد. الله يكرمك. مشكور مشكور يا ابو راشد. بارك ان شاء الله. انت اسره كريمه ظهر بطن. بارك الله فيك يا ابو راشد. ما قصرت. الله يكرمك. جزاك الله خير. انت ما قلت لهم اني يعني كان قلت لهم اني بنبي تعطوني مصباح ولا شياته وذا ازياد قيد واسميه الحول ان شاء الله. الحول ها بعد توقيع. لا جزاكم الله خير ان شاء الله. مشكورين مشكورين. الله يجزاكم خير يا ابو راشد. ما قصرت. الله يكرمك. مشكورين مشكورين. بارك الله فيكم ان شاء الله. ما شاء الله الهلال الاحمر هم اللي يجسمون. تخيل والله كراء. مو كراء طول عمرك. هذا من فضل عمر واحد. الحمد لله. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك ابوي. ما شيوني. ما شيات الا شراتين انت متفرج. الحول الحول الحول. لا الحول الحول ان شاء الله. لنا الجنه لنا الجنه انا وانت. اقول لك هاك منو هذاك الرجال؟ هذا ابو محمد. محمد ابو مطر. هذا بنقرونه. شوف انت تخيل ابو مطر كيف حاله. لا بعد عدال عيسى. بعد عدال عيسى ما شاء الله على عيسى. اي ما شاء الله كل بدل بعض. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ريال ابن فيصل. فيصل ايه بنقرون طال عمرك. ايه نعم نعم. يحافظ على المعرس. ايه المعرس بعد خد هذا المعرس وهاي نسيب المحاربه. ايه ونعم ما اخذ بنت احمد بن بنت احمد بن صقر بنت احمد بن سيف. بن سيف ايه. احمد بن سيف والله والنعم. ونعم ونعم ابشر ربي شياك بالعيال ان شاء الله. الله يعطيك. الله يرزق يا رب. الله يرزق ان شاء الله. الريال ابن احمد علي الشحي كابتن. ها كابتن احمد علي الشحي طال عمرك. كابتن مال شو؟ طيران الامارات 777. والله ايه ابو راشد ويفصح عن عمرك. السلام عليكم. ياسين صور خوي. يا رب يصن قحت هذا الريال ابوي وخ الله يبارك فيه. ما شاء الله براحه وزود. الله يحفظه ان شاء الله. نعم. هذا كابتن طياره. اي نعم 777 ما شاء الله. الله يبارك في طيران الامارات. الله يبارك ما شاء الله. واليوم واصل ما شاء الله عليه. الله يحفظه. وقت وين راشد في هونغ كونغ؟ دوم اقول لكم بنقرونه بنقرونه بنقرونه. هذا بنقرونه دليلي في دبي وفي لندن في المطاعم. هذا ابوي بنقرونه. هذا يوم اقول لكم ان شاء الله فاتك السنه لندن. فاتك السنه لندن. ما بيه حليلك انت ابوي. ها روحهم يلقطون الحاس من على ظهور الناس. انت ما بغيت الا حد من العرب. هذا انا وانت سنتكبل عليك. سنة كم؟ شوف التاريخ. إيه؟ من سنتين. من سنتين. من سنتين. 2017. ما شاء الله ما شاء الله. كان يوم الجمعة 10 مارس. يا في 10 يظهر اليوم والتاريخ؟ إيه. سبحان الله ما زين يا أبوكم. لا والله لا ما تشاهد بلي لحي. اسمي الله فكني. ما شاء الله عليك. انت أبوك ما عولت؟ الحمد لله. قول ما شاء الله. ما شاء الله أبوك الحين يتروع من العين. صغيرون اللي استوت هاك اليوم. استوت يوم وقت افتتاح المستشفى. العيادة كانت هب عيادة مستشفى صغيروني ما بني ثلاث أدوار عيادة يعني مستشفى كامل. مستشفى هي مستشفى عودة حيدة عمره 50 سنة. المستشفى
50 آه وعادوا تأهيله. نعم. عادوا تأهيله وأول مولودة طاحت في البنية هذه. البنية هاي كبيرة كيف يعني؟ يعني يعني عقب استوى يعني استوت الولادة قبل استوت الولادة ونحن يلي فتحنا المستشفى الرسمي اللي فتحنا نحن حضرنا وقت الافتتاح الرسمي. لكن البنية متى طايحة؟ طايحة قبل يعني تقريبا 7 أشهر 6 أشهر كذي تقريبا. والله حليلها تستاهل هالاسم إن شاء الله تشابه سمية التاء. طرت علي الطواري وطرت علي أمور شيء جديد جديد من الذاكرة. تذكرت أجمل موال غنى محمد عبدو دبة حياته ما تتغنى موال من المواويل الخالدة في خاطري أسمعكم إياها. دورت ولقطت موجود على اليوتيوب وحين بشبكها باللي على الواي فاي وبشغلكم إياه ضروري تسمعونه. موال 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 لا صار ولا استوى من المواويل الأولية اللي ماشي شرات الدنيا العودة. العادة ها من الأوليين يعرفونه اللي وياي في الجيل اللي عاد من عقب يا الله وأعلم بهم. قوني على الأحباب صبارة صبارة مكتوب